الإحسان إلى الناس هو مبدأ من مبادئ الشريعة التي أمر الله تعالى بها أمتنا وأمر بها أيضاً الأمم السابقة. ويكفينا في ذلك قول الله تعالى في محكم التنزيل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا بأموالكم، أحسنوا بألفاظكم، أحسنوا بجاهكم، أحسنوا بتعاملكم، أحسنوا ببركم، أحسنوا بكف أذاكم عن الناس. قال: وأحسنوا وابتغوا في هذا الإحسان وجه الله تعالى، إن الله يحب المحسنين. فإذا أحبك الله تعالى استجاب دعاءك إذا دعوته، وكشف عنك ضرك وبأسك، وصار الله تعالى معك إذ كنت معه، ورحمك الله تعالى إذا رحمت عباده. والله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.